الشام
إنها كنز الله من أرضه، وبها كنزه من عباده، من دخلها مرحوم، ومن خرج منها فهو مغبون. إن ملائكة الرحمة والرحمن باسطة أجنحتها عليها، إن الملائكة ترشاها وتدعو لها: اللهم اشف مرضاهم ورد غائبهم، فطوبى لكم يا أهلنا في أرضنا المقدسة التي جبلت بدمائكم الزكية، إنكم تقاتلون من أجلها وتحاربون عليها، فتمسكوا بها وبترابها الطهور. اعملوا بطاعة الله ووحدوا كلمتكم، فكرامتكم واحدة ودينكم واحد، والعزة والكرامة والشهامة، وإياكم والخديعة، إياكم والنفاق والرياء والخيانة. ديننا ينبذ كل ذلك، وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. فيا أيها المؤمنون، أوليست بيت المقدس معقلكم من الدجال في آخر الزمان؟ فأنتم في أرضكم باقون وثابتون، ومهما رأيتم وشاهدتم من الظلم والقتل والدمار والهلاك، فهو سوف يزول قريبا بإذن الله تبارك وتعالى. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء، وهو العزيز الرحيم. بيت المقدس جنة فيها أهل المحبة وأهل العناية، وهي موضع الحاجات والمواهب من الله تبارك وتعالى، والصلاة والدعاء. إنه بلد وفي وعيش رقي، فأنتم حصن هذه الأمة، أنتم أبنيتها. والمسجد الأقصى المبارك أضحى على المتعبدين كريما، صلى فيه الأنبياء والملائكة المقربون، فمن أتاه وصلى فيه ابتغى التكريما، ونال من الجنان مكانا، وسوف يبقى فيه مقيما. إنه مرسى الأولياء، وهو بكر الدهر، وعجوبة الزمان، ونادرة الوقت. وبإذن الله سيبقى للمسلمين وحدهم شامخا عزيزا كريما، يتلى فيه القرآن ويرفع فيه الأذان. ورد عن الصحابي الجليل أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، الصلاة في مسجدك هذا أفضل أم في بيت المقدس؟ فقال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه. قال: نعم المصلى هو أرض المحشر والمنشر، لو يعلم الناس ما في الأقصى من الخير والبركة لما هناهم طعام ولا شراب إلا فيه. أوليس يركض في جنباته الأولياء والعلماء والصلحاء؟ أوليس فيه مراقي الصحابة الكرام من أولي العزم والأفهام؟ فيا أهل بيت المقدس، من أراد منكم الرفق في المعيشة مع العبادة فعليه بالقدس، ومن أراد السعة في الرزق والسلامة في الدين فعليه بالأقصى، ومن أراد أن يجمع له دينه ودنياه فعليه بقيام الليل والاستغفار وكثرة السجود للملك الواحد القهار. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين.
المسلمين، وإياكم ثم إياكم واليأس من روح الله، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اليأس من روح الله من الكبائر، سوف تزول الغمة ويرتفع مقام الأمة، وسوف تعود البسمة على وجوه أسرانا، وسوف يعودون إلى بيوتهم آمنين مطمئنين وظالمين بإذن الله تبارك وتعالى. والحمد لله، في أرضنا رجال من أهل الإيمان والإحسان، يستسقى بهم الغمام وينتصر بهم على الأعداء، ويصرف بهم البلاء والعذاب والغرق والحرق والهدم، أدعيتهم تفتح لها أبواب السماء وتخترق السبع الطباق. هم في الميدان خير من ألف فارس، صوت القعقاع ويد وأصابع محمد بن واسع تجري في عروقهم. لم يفضل الناس لكثرة الصلاة أو الصيام، ولكن بصدق الورع وحسن النية وسلامة الصدر والنصيحة لجميع المسلمين ابتغاء مرضاة الله بصبر وفير ولب حليم وتواضع في غير مذلة، إنهم لا يلعنون أحدا ولا يؤذون أحدا ولا يتطاولون على أحد. فيا أهلنا في أرض غزة، بليتم في السراء والضراء، فكنتم أهل صدق ووفاء وعطاء، ألحقتم بالصديقين والشهداء والصالحين، حماكم الله رعاكم الله، ابتليتم في سبيل الله واستشهدتم ابتغاء مرضاة الله، وعما قريب سوف تشرق الأرض بنور ربها. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، سلام عليكم في الأولين والآخرين، سلام عليكم إلى يوم الدين. إن ساكن العرش والملائكة راضون عنكم بما صبرتم، صبرتم صبر الأنبياء، وتحملتم ما لم تتحمله الجبال الرواسي، فلم نر إلا قبرا محفورا أو كفنا منشورا أو سيفا مشهورا. مقام أحدكم في سبيل الله خير من عبادة غيره 70 عاما لا يعصي الله فيها طرفة عين. أصبتم وجرحتم واستشهدتم، فيا حسرتاه على العباد، ما يكفيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. اللهم أقبل بقلوبهم إلى طاعته، وأحط من ورائهم، اللهم لا تكلهم لأحد فيضعفوا، ولا تكلهم لأنفسهم فيعجزوا. نبينا عليه الصلاة والسلام قال: إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. إن نبي الله أيوب كان أعبد أهل زمانه وأكثرهم مالا، وكان لا يشبع حتى يشبع الجائع، ولا يكتسي حتى يكسو العاري. ضرب بالبلاء بعد البلاء بذهاب المال والأهل والولد، وابتلي في جسده وما على ظهر الأرض أكرم على الله منه. كان قلبه قويا بالله، ولسانه دائم الذكر لله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان أيوب رأس الصابرين يوم القيامة. وقال سفيان الثوري رحمه الله: لم يفقه عندنا من لم يعد البلاء نعمة والرخاء مصيبة.
الله، توجهوا إلى المولى الكريم وادعوا الله تبارك وتعالى أن يفرج هذا الهم والغم والحزن عن أمتنا وعن أهلنا، وأن يفتح مسجدنا. استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، وذل كل شيء لعزته، وخضع كل شيء لملكه، استسلم كل شيء لقدرته. سبحانك ما أعظم شانك، تعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. ونشهد أن لا إله إلا الله المنفس والمفرج عن كل مكروب ومحزون. سبحانه أمره بين الكاف والنون. اللهم يا مفرج الهموم والغموم، فرج كربنا يا حي يا قيوم. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد محمدا عبده ورسوله، إمام عصبة الأنبياء وقائد ركب الرسل والشهداء، خاطبه المولى أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على خاتم النبيين وإمام المتقين الداعي إلى الله تبارك وتعالى السراج المنير، اللهم تقبل شفاعته الكبرى وارفع درجته العليا وأعطه سره في الآخرة والأولى. وارض اللهم عن الصحابة الكرام، كانوا أنصارا لله تبارك وتعالى. ألم ينتصر أبو بكر يوم الردة، وعمر يوم السقيفة، وعثمان يوم الدار، وعلي في المشاهد كلها؟ إنه مقام الصديقين، مقام الخدام إلى دار السلام. اللهم ارحمنا برحمتك يا رب العالمين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم بتقوى الله والعمل بطاعته والصبر على ما أصابكم، فإن ذلك من عزم الأمور. إذا نزل بكم أمر فاستعملوا الرضا، فإن الله مطلع عليكم يعلم ما في صدوركم، فإن رضيتم فلكم الثواب. وأنتم في رضاكم وسخطكم ليس بمقدوركم أن تتجاوزوا المقدور، ولا تزدادوا في الرزق المقسوم والأمر المكتوب. استعملوا الصبر والرضا، فإنه رأس الإيمان وفيه تمام النعمة. اشكوا إلى الله تبارك وتعالى بسكم، والجأوا إليه بهمكم، فإن لكل هم من الله فرج. ومن علم أنه بعين الله استحيا أن يراه ويرجو سواه. اطلبوا الأمور من معاديها، واحذروا أن تعتمدوا على مخلوق أو تشكو إليه فسًا، أو تفشو إليه سرًا، أو تعتمدوا على إخائه. لا تعتمدوا إلا على الله، إن لكل شيء كرمًا، وكرم القلوب الرضا عن الله. ونحن رضينا بالله تبارك وتعالى ربًا، وبالإسلام دينًا، وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الحق جل وعلا: فانتقمنا من الذين أجرموا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها، فكيف بالقتل والدمار والهلاك والنوم بالعراء وفي هذا الجو القارس البارد
جنات النعيم، ويقول لهم: كلوا يا من لم يأكل، واشربوا يا من لم يشرب، وانعموا يا من لم ينعم. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فلا تهتموا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. انظروا إلى أهلنا كيف يقتلون في كل لحظة وفي كل رمشة عين وهم صابرون. لقد زلزلوا وبلغت القلوب الحناجر، أولئك هم أهل الوفاء والنقاء والعطاء، هم أهل الخير والخيرة والبررة بينهم، أولئك هم عمالقة الصبر والمحن، قدموا كل ما لديهم لله تبارك وتعالى، قدموا أولادهم وفلذات أكبادهم، فهم يستحقون الحياة. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، ونجعلهم أئمة، ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأنتم أيها المسؤولون، استيقظوا من نومكم، خالفتم الله فيما أنذر وحذر، وعصيتموه فيما وعد وأمر، أفأمنتم مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إلى متى هذا العصيان والطغيان؟ أتسخرون من الله؟ أتخادعون الله؟ أم تجترئون على الله؟ أما تخافون أن يغضب الله غضبه، فيغضب لغضبه أهل السماوات والأرض والجبال والبحار؟ فالعمر قصير، وأنتم غدا في قبوركم، وسوف تعرضون وتسألون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وتذكروا أن أمتنا باقية، ولن يضرها من خذلها. بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تهلك هذه الأمة ونبينا أولها، ونبي الله عيسى آخرها، والمهدي من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسطها؟ والذي نفسي بيده، لا تذهب الأيام والليالي حتى يبلغ هذا الدين مبلغ هذا النجم، وما بلغ هذا الليل وهذا النهار. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، وبك المستغاث، وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بك. يا كاشف الكرب، يا إله العالمين، يا أرحم الراحمين، نسألك الفوز في القضاء، ونزل الشهداء، وعيش السعداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء. اللهم فارج الهم وكاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة، ارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم أصلح حالهم، اللهم أصلح ذات بينهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وثبتهم على دينك، وأوسعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، وانصرهم بنصرك يا رب العالمين. وأنت يا مقيم الصلاة، أقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. Hey!
الله